اليوم اليوم التاسع على الكارثة، ما تزال العوائل ما تزال في العراء، أكثر من 1500 إلى 2000 عائلة في العراء، نحاول إعادة الحياة لطبيعتها رويدا رويدا في المدينة، نقيم الأضرار، نحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه بشكل عاجل، نحاول مساعدة المواطنين على العودة إلى بيوتهم، نقوم بفتح الشوارع، نعمل على ما يمكن العمل عليه باتجاه إعادة الحياة إلى طبيعتها. عدد طبعا عدد البنايات التي انهارت مع بداية الزلزال كان 270 بناية، 273 بناية في مدينة جنديس، هو عدد كبير بالنسبة لمدينة صغيرة. عدد الأبنية التي تضررت ما يقرب التي لا تصح البناء ما يقرب من 1100 بناء في المدينة. عدد النازحين كان جدا كبير، عدد العوائل التي باتت دون مأوى بشكل مفاجئ كان عدد كبير جدا. كل هذا أدى إلى أزمة وصعوبة في الحياة في هذه المدينة، كان الوضع حقيقة مأساوي جدا. الآن مع مرور اليوم الثامن اليوم التاسع تم تأمين ما يقرب من نصف العوائل، وهذا مؤسف، حتى الآن لم يتم تأمين إلى نصف العوائل بجهود محلية حقيقة، جهود دولية بدأت تأتي رويدا رويدا، ما تزال المساعدات قليلة جدا بالنسبة لحجم الكارثة، جهود محلية منظمات مجتمع مدني، جهود مجتمعية حقيقة من القرى والمناطق والمدن المحيطة، جهود من المؤسسات الإدارات المحلية في درع الفرات في إدلب في المناطق المحيطة في جنديرس، تضافرت جميعا لنجية السكان والأهالي في جنديرس، حقيقة كان لهم الأثر الأكبر مشكورين، الأخوة في الدفاع المدني كان لهم الأثر الأكبر مشكورين أيضا جدا على جهودهم في عمليات البحث والإنقاذ، لم يتلقوا أي دعم، طلبوا منهم اليوم الأول آليات ومعدات للإنقاذ، كان يمكن لعله كان يمكن إنقاذ العديد الكثير من الأرواح لو كانت حصل هذا التضافر من الجهات الدولية، لكن للأسف لم يحصلوا على أي دعم، كان جهودهم الخاصة جهودهم المحلية بإمكانياتهم لم يدخروا أي جهد حقيقة، يعني من اليوم الأول كان لهم جهود يعني جبارة في هذا المجال. عدد العوائل التي خرجت من جنديرس بشكل أساسي متضررة بشكل أساسي ما يقرب من 4000 عائلة، هناك أيضا بالإضافة إلى هذا العدد ما يقرب من 2000 إلى 2500 عائلة لم يعدوا يأمنوا الوجود في المدينة بسبب الحالة التي عاشتها المدينة. هذه العوائل مثل ما فضلت تنتشر الآن في مراكز إيواء بشكل متسارع، الناس تبحث عن أي مكان لإيواء عائلاتها. حاليا نقيم الأضرار ونحاول إعادة الحياة للمدينة، تحتاج المدينة إلى إعادة إعمار حقيقة على جميع المستويات وخاصة مستوى البنية التحتية. المدينة متضررة بشكل كبير، محطات المياه وشبكة المياه متضررة بأكثر من نسبة 30%، الصرف الصحي بنسبة أكثر من 40%، شبكة الكهرباء متضررة بنسبة أكثر من 50%. أعمال مستمرة في تقييم الأضرار والإصلاحات، لكن هذه الجهود تحتاج إلى تضافر دولي لإعادة إعمار المدينة. ما زال إحنا على أمل بأن يتم إعادة إعمار المدينة بشكل عاجل، لم نحصل على وعود حتى الآن. بعد 9 أيام من الكارثة نلاحظ أن كثير من الدعم الدولي توجه نحو مناطق النظام بشكل كبير. إحنا اليوم بعد 9 أيام من هذه الكارثة ما زال يعني لقاءات ووفود تتوافد إلى المدينة في سبيل يعني دراسة إرسال الدعم إلى هذه المدينة. هذا شيء مؤسف جدا، حالة إنسانية، زلزال ضرب المنطقة بشكل كامل، ومثل ما يزال الأمور السياسية هي المتدخلة في حياة الناس. زلزال لم يميز بين أي منطقة ومنطقة، وما يزال النظام العالمي يميز للأسف.